أصدقائي وصديقاتي برحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من مدرسة المسيح الحلقات دي بنتكلم في واحدة من أصعب الأمور اللي احنا محتاجين نفهمها وندركها عشان نقدر نستمتع بيها في معرفتنا لربنا الحلقات الماضية ابتدينا ندرس عن طبيعة الله من هو الإله الذي نعبده ونعيش معه فاتكلمنا في طبيعته عن أن روح والساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يعني يسجدوا تكلمنا أنه شخص غير محدود عشان كده اقدر أكون علاه معاه علاقة شخصية رائعة حقيقية عميقة والحلقة اللي فاتت ابتدينا ندخل في واحدة من أكتر الأمور اللي تبان معقدة وصعبة الفهم لكنها هنكتشف أنها واحدة من أروع الاكتشافات عن الله أنه ثالوث الوحدانية والثالوث الحلقه اللي فاتت خدنا الخطوه الالوانيه اننا نفهم معنى الثالوث نفهم الفكره الخلفيه في طبيعه الله من نحو الثالوث ان الله واحد ليس بسيط لكن واحد مركب ليه لان دي الوحده الجامعه الشامله لانها وحده اللانهايه وحده الانفينيتي وحده الملا فالله كامل كمال اللا نهاية وفي لا نهايته واحد واللا نهاية لا تنقسم لكنها تحوي انكلوسيف تحوي تحوي التنوع بكل الجمال والروعة التي فيه دون الانقسام في الحالة اللي فاتت سمعنا أراء الناس وإحنا بنتكلم عن يعني إيه ثالوث اسمحوا لي مرة تانية نروح للمشاهد اللي بيتابعنا ونسمع من بعض الناس هم بيفكروا ازاي في ربنا لما بنتكلم بقى عن الاب وعن الابن ومعنى الابوه ومعنى البنوه ودي الخطوه اللي يمكن في الحلقه ديت هنتكلم عنها في داخل هذا الموضوع فخلينا نسمع بعض الاراء وبعدين نرجع نكمل مع بعض طب ليه اسمه ابن وهو موجود من الاول ازاي بقى اسمه ابن من الاول مفهوم الابن ان هو لما اتولد من العذراء مريم أه يمكن الفكرة مش في الاسم قوي على قد ما هي فكر انه انا حاسس انه زي ابن 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 لفكر الله يعني مش مش ابن بمعنى انه حد ولده بس ابن الفكر الله ان هو الكلمه الله هو الحاجه المولوده ل للعقل بتاع الله يعني الله بيتكلم من خلال ابنه أه يعني اعتقد لما لما الله بقى في الجسد ف يعني كان ينفع ان هو يبقى يتقال عليه ابن لان هو في جسد يعني زي ما احنا ابناء الله ف او اولاد الله فالمسيح لما جه في الجسد كان كان ابن لله برضه طب هو ليه اسمه ابن عشان اتولد لا الابن هنا بنوة مش مش تناسليه ده بنوه روحيه يعني انا لما اقول ابن الله يعني ليه نفس طبيعه الله. ابني بالكلمه، ابني بالروح، لان الكلمه تجسد من السيده العذراء. المسيح. بنشوف قد ايه التباين في المفهوم فنفس الكلمه ناس عندها اجابات تبدو متناقضه وده يساعدنا ان نقول انه كتير الاحيان المعنى مش واضح لاذهاننا. ما عندناش اللي بنقول عليه روح الحكمه الفهم والاعلان في معرفتنا في معرفته. مهم قوي انه فهمي ربنا يبقى واضح. ده اللي هيخليني احبه زي ما اتفقنا. واثق فيه زي ما اتفقنا، واتغير لصورته زي ما اتفقنا، واستريح في علاقتي معاه واعرف اقدمه للناس واشهد عنه واجاوب الناس عن الاسئله اللي عندها من نحوه. خلينا نكمل الخطوه الثانيه في المشوار ده وهنتعرض للجزء ده ليه الابن وليه الاب والحته ديت اللي اتسالت في الجزء اللي احنا سمعناه. الخطوه الثانيه في موضوع الثالوث هي في ثلاث حقائق اساسيه في الكتاب عن الثالوث تساعدنا اننا نفهمه من المنطلق الكتابي مش بس من المنطلق العقلاني اللي ذكرناه في الحلقه الماضيه الحقيقه الاولى الكتاب يؤكد على وحدانيه الله المطلقه ما فيش شك في الحكايه دي لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد في شك خالص في الوحده في الوحدانيه المطلقه بتاعت ربنا الحقيقه الثانيه بيؤكد عن لاهوت الاب ان الاب هو الله وبيأكد على لاهوت الابن أو الكلمة إن الابن هو الله وبيأكد على لاهوت الروح القدس وده اللي خلى الكنيسة تكتشف الثالوث إن لقت الآب هو الله أكيد الابن هو الله آه والروح القدس هو الله أيوة الله تبقى إيه ده فالكنيسة لقت نفسها في عصرها الأول والثاني أمام الحقيقة دي ودي الحقيقة اللي ساعدتها لتكوين العقيدة دي عقيدة الثالوث الوحدانية وتميز لاهوت الاب والابن والروح القدس. الحاجة الثالثة ان التميز بين الاب والابن والروح القدس مش في الصفات. تميز في الايه؟ في الادوار. تميز في الدور. وده اللي بيخليني بستمتع بالعلاقة مع الاب والابن والروح القدس بس مش بتعامل مع ثلاث شخصيات مختلفة في صفاتها. م? متميزة في ادوارها. متميزة في الاعلان اللي بتعلنه في الدور اللي بتلعبه في حياتي انا الشخصيه، واضح الحكايه دي؟ خلينا ناخد التلاته دول واحده ورا الثانيه بسرعه، في سفر التثنيه بيقول اسمع يا اسرائيل اللي هو شعب الله في ذلك الوقت الرب الهنا رب واحد، طيب المسيح عمل ايه؟ المسيح استخدم نفس الايه اجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فالمسيح هو بيقول انا الله المتجسد انا الابن وابي وانا والاب واحد اكد على حقيقه الوحده مش عشان يؤكد على حقيقة ألوهيته قال يا جماعة يعني احنا اتنين لا خالص فالوحدانية مطلقة في العهد القديم ومطلقة في العهد الجديد على لسان موسى في تسنية وعلى لسان المسيح في مرقس 12 تسعة مرة ثانية في يوحنا عشرة أنا والآب واحد واحد أنا والآب أدي التميز واحد الوحدانية أنا والآب واحد يوحنا 17 ليكونوا واحد كما نحن الجمع المفرد فاكرين الجمع المفرد اللي قريناه في تكوين الجمع الايه المفرد مفرد لانه وحدانيه والجمع عشان خاطر اللي هو الوحده الجامعه الوحده المركبه ففيها جمع وفيها ايه فيها مفرد جمع ما يتقسمش فهو مفرد واضح الـ واضح الـ ده هيساعدنا قوي العباره دي على طول هتساعدنا في فهم الحقيقه ليكونوا واحد واحد كما نحن شواهد كتيرة قوي موجودة عندنا هنا وهتبقى موجودة في المذكرة وعلى الويب سايت تقدر تروحها هتلاقي شواهد كتيرة قوي بتتكلم عن الوحدانية المطلقة في العهد القديم وفي العهد الجديد في بعض الشواهد اللي تقدر تقراها لكن لوقتنا مش هنقراها كلنا الحقيقة الثانية الحقيقة الثانية إن الكتاب بيؤكد بما مجال للشك إن الآب هو الله إن الابن هو الله إن الروح القدس هو الله لكن في تميز فاكرين الرسمة الأولانية اللي إحنا رسمناها خليني نجري في الحتة دي شوية لأنها جميلة جدا وبنركز بالذات على لاهوت الإبن لأن ده اللي بنتسأل عنه كتير قوي من إخواتنا المحيطين بينا لاهوت الأب واضح في الكتاب ومش محتاج إلى إثبات بالعكس لما لما الابن قال انا والاب واحد قالوا له انت بتجدف لانك بتجعل نفسك مساويا لله، فاحنا متاكدين كلنا ومش هنقرا الايات دي مش محتاجينها ان الاب هو هو الله. لاهوت الابن بقى. ما يؤكد لاهوت الابن في الكتاب؟ عدد من الايات لا حصر له ولا اول له ولا اخر، احنا هنحاول نقسمها بس، نقسمها عناوين. العذاب العنوان الاول ان الكتاب اعطى للابن القاب الله. وهنبتدي بايه جميله جدا موجوده في العهد القديم ودي الايه الوحيده في العهد القديم اللي فيها الثالوث مع بعض في العهد القديم بنشوف الاب والابن زي قال الرب لربي بنشوف الاب والروح القدس لكن دي الآية الوحيدة اللي في العهد القديم اللي بنشوف الثالوث في آية واحدة الآب والابن والروح القدس في آية واحدة في إشعياء وانتوا عارفين طبعا إشعياء بنسميه النبي الإنجيلي مش عقيدته إنجيلي لكن كتابات كتير من اللي كتب إشعياء لو خدناها وحطناها في العهد الجديد تنفع قوي لما بيتكلم عن الصليب لما بيتكلم عن الميلاد العذراوي لما بيتكلم عن حاجات كتيرة عن المسيح يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا النبوات في العهد اللي في إشعياء عن المسيح رائعة وواضحة جدا خليني أقرأ الآية دي جميلة ازاي؟ بيقول كده في اشعياء 48 وعدد 16: تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده انا هناك. مين انا هنا؟ مين اللي منذ وجود الله انا موجود؟ مين ده؟ مين اللي في يوحنا واحد بيقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله. يبقى المتكلم هنا مين؟ الابن الكلمه مش كده؟ تقدموا الي اسمعوا هذا لم اتكلم من البدء في الخفاء في الخفاء منذ وجوده عن الله انا هناك والان السيد الرب اللي هو التعبير عن الاب والان السيد الرب ارسلني ومين؟ وروحه جميله الايه دي مش عارف كم واحد يعرفها من قبل كده ففي العهد القديم اهي بيقول السيد الرب أرسلني مين أنت أنا اللي من البدء في أي نبي من البدء في أي رسول من البدء في أي ملاك من البدء فأنا الذي من البدء السيد الرب أرسلني ده بالضبط يوحنا واحد مش كده وأرسلني ومين معاه وروحه فالآية دي جميلة قوي بتحط هذا التساوي بين أزلية الابن وأزلية الايه وأزلية الآب والروح القدس نفس الكلمة بالظبط بنجدها في يوحنا بس في يوحنا بنشوف الأب والأبن بس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الله أنتوا عارفين إن أقدم مخطوطة في العهد الجديد هي إنجيل يوحنا والمخطوطة اللي في إيدينا تاريخها 120 ميلاديًا يعني بعد كتابتها ب سنة فقط وأكثر إنجيل تكلم عن لاهوت المسيح هو إنجيل يوحنا المشهد ده جميل أوي 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 بعد القيامة ظهر المسيح للتلاميذ توما ما كانش معاهم مش كده؟ فقالوا المسيح اه وبتاع لهم لا, لا 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 يمكن اصدق إذا ما شفتش بعيني وحطيت صباعي في أثر المسامير مش هصدق اللي بتقولوه ده لا لا يمكن ده هو قال لنا قبل كده هو بصوا أنا شكاك بقى ظهر المسيح وجاب توما وقال له تعال وضع يدك في أثر المسامير تعالى ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا العبارة اللي قالها توما هنا لا تدع مجال للشك خالص أنا المسيح والله الله أجاب توما ربي ربي مش دليل أنه هو ربنا مش كده لأن ربي في ذلك الوقت معناها ماي لورد يعني سيدي خلي بي ربي معناها سيد ربوني معناها معلم لكن الكلمة اللي هنا تخزق العين اللي ايه اللي تخزق العين ربي وايه وإلهي المسيح قال لا 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 اوعى تقول كده لا 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 ما تقولش كده يا راجل فاكرين في سفر الرؤيا لما يوحنا سجد للملاك قال له انا عبد زيك ما تسجدليش السجود لله وحده لكن لما توما سجد للمسيح وقال له ربي والهي قال له يسوع لانك رايتني امنت كان لازم تشوف عشان تصدق ان انا الله الايه دي ما تحتملش إن المسيح يمكن ولا مش يمكن هو هو ربنا فالكتاب أعطى القاب الله بولس كتب نفس الكلمات دي بيقول ولهم الآباء بتكلم عن اليهود لهم الآباء ومنهم المسيح ومنهم المسيح حسب الجسد حسب الجسد هو منهم واضح الفكرة دي هو من نسل من نسل داود حسب الجسد هو منهم لهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الكائن ايه الها مباركا مش سيد الها مباركا الى ابد الابدين امين عبرين واحد ثمانية اما عن الابن الكلام بقى عن الابن عن اقنوم الابن كرسيك يا الله يعني لما جاء النبوة تتكلم عن الابن قالت, قالت عنه ايه قالت كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك الجزء الثاني مش بس الألقاب دي آيات بقى ما عندناش وقت نقراها الكتاب أعطى للابن صفات الله مش بس ألقاب الله أزلي أبدي في الأربع شواهد دول لا يتغير في الشاهدين دول كلي الحضور وموجود في كل مكان الشاهدين دول عالم بكل شيء الثلاث شواهد دول مين ده الأزل أبدي ولا يتغير وكلي الحضور وعالم بكل شيء مين ده؟ مين ده؟ جيم جيم مش بس الصفات الألقاب والصفات وأعطاه الأعمال الإلهية يعمل أعمال الله وأول حاجة الخلق إنه يخلق يعطي حياة للأموات في يوحنا واحد ثلاثة كل شيء به كان بيتكلم عن الابن عن الكلمه وبغيره لم يكن شيء مما كان وفي حته تانيه بيقول به عمل العالمين في كلوسي فهو الخالق فهو الخالق هو كلمه الله اللي به خلق العالم ما يرى وما لا يرى هو واهب الحياه يوحنا واحد وعشرين كما ان الاب ده المسيح بيتكلم عن نفسه مش حد بيتكلم عنه كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء فانا واهب الحياه انا احيي من يشاء مش انا نبي بطلب من ربنا يحيي من يشاء انا كما ان الاب يحيي فكذلك الابن ايضا يحيي من يشاء الدينونه مين يدين غير الله لان الاب لا يدين احد بل أعطى كل الدينونة لمين؟ للإبن الناس هتقف أمام كرسي المسيح لتدان اليهودي واليوناني العبد والحر أمام كرسي المسيح الناس هتقف لتدان من هذا الذي يدين العالم؟ من هذا الذي هو يدين العالم؟ ومتى جاء في مجده وجميع الملائكه القديسين معه في حين يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يجي يميز الراعي الخراف من الجداء. اللي هيفصل اولئك الذين يذهبون الى بيت الاب من اولئك الذين يذهبون الى البحيره المتخذه بنار وكبريت هو الابن. هو الابن. لأننا لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا مرة تانية سلطان الدينونة دال أعطى للابن استحقاق السجود والعبادة يعني الكتاب دعانا يبقى الأول داله ألقاب الله اثنين صفات الله ثلاثة أعمال الله مظبوط أربعة طلب مننا نسجد ونعبده ده مين ده اللي يسجد له ويعبد غير الله وحده، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، ده اللي قاله المسيح للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، فاكرين ده رد فيه على الشيطان لما قال له اعطيك ممالك العالم كله. يوحنا خمسة لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. عمل سبعه تسعه وخمسين وستين فكانوا جميعهم فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب يكلم المسيح لا تقم لهم هذه الخطيه واذ قال هذا ركض عبرين واحد ستة ايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكه الله مين ده اللي ان الملائكه تسجد له دي لمحه سريعه بعضها ايات ادنها لكم كده لست لست لست, لست للي عايز يروح ويقراها بتؤكد حقيقه لاهوت الابن مش معقول احنا نحرف لروحنا كل الايات دي لنعطي لإنسان لاهوت يفقدنا أبديتنا مش كده؟ مين يعمل العملة دي؟ مين يخدع نفسه هذا الخداع؟ إذا أخذنا لاهوت المسيح من الكتاب المقدس ماذا يبقى لنا؟ النبوة اللي قيلت عن المسيح في إشعياء يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشير يعني مشير عجيب اللقب الثاني ايه إله, اله قدير اب ابدي رئيس السلام مين ده اللي يعطى هذه الألقاب دي النبوه اللي اتقالت عنه في إشعياء مئات السنين قبل مجيء المسيح فاحنا مش محت مش منتظرين نبي احنا منتظرين المسيا ابن الله الله الظاهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة الآيات اللي زي ما بقول اللي, بتكلم عن لاهوت المسيح ملهاش أول من آخر ثلاثة هل الروح القدس بيتكلم عنه الكتاب إنه الله واللي هو مجرد روح الآب هو روح الابن ولا بيتكلم عنه انه اقنوم وله لاهوت انه اقنوم وله لاهوت اولا انه اقنوم انه بيرسونا مش مجرد روح الله فالروح الله هو الروح القدس هو اقنوم زي ما الابن اقنوم له التميز دون الاستقلال او الانقسام فاكرين التعبير دوت فاللي جاي ده بيعبر عن اقنوميه الروح القدس يعني بيرسونا وبعدين هناخد ايات كثيره بتتكلم عن لاهوت الروح القدس انه الله زي ما ان الابن والاب هو الله. اولا ان الكتاب لما بيتكلم عن الروح القدس بيستخدم الضمير المذكر العاقل، كتير قوي بنسمعكم يقول الروح القدس هي هي طبعا هنا مش تفرقه بين الرجل والمراه لكن في العبريه المذكر العاقل معناه شخصيه ادبيه. معناه شخصية أدبية فهنا اللغة بتلعب دور فلما أتكلم عن واحد مذكر عاقل يبقى إذا بتكلم عن شخص بيرسونا أو بيرسون واضح؟ لكن زي ما بتكلم عن الأشياء بالإنجليزي قول إت الكتاب الدرج مش عارف ايه الحيوان ات إيه. لكن لما بتكلم عن كائن حي بتستخدم كائن ادبي بتستخدم هي اور شي مش كده؟ في اللغه اليونانيه لما بتكلم عن مذكر عاقل او لما بتكلم في العبري عن مذكر عاقل بتكلم عن شخص بتكلم عن شخص. ال 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 الاثبات الثاني ان الافعال المنسوبه اليه لما بتكلم عن روح قذ مش بتكلم عن قوه بنتكلم برضو عن ذات الله وبعدين هنشوف سبب ثالث خلينا نجري بسرعه في الحكايه دي المذكر العاقل بينما هم يخدمون الرب قال الروح القدس قال دي جاية بمعنى مذكر عاقل الضمير المستخدم هنا المذكر العاقل افرزوا لي مرة تانية برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما إليه فلي هنا برضو مذكر عاقل شاهد تاني متى جاء الروح المعزي الذي سأرسله انا اليكم الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبثق فهو فهو هنا الضمير مذكر عاقل فهو يشهد لي متى جاء ذاك يوحنا 16 8 يبكت العالم مذكر عاقل متى جاء ذاك روح الحق فهو ذاك وهو كل دي ضمائر بتعبر عن مذكر عاقل الافعال المنسوبه اليه مش بس وانا بتكلم عنه بديله صفه الشخصيه لكن الافعال المنسوبه اليه بتتكلم عن شخص له فكر وله مشاعر وله اراده وله معرفه وله اختيار مش مجرد قدره الهيه او مجرد روح الاب هو يعلمكم كل شيء محبه الروح فالروح يحب له نفس الصفه بتاعه الاب والابن صفه المحبه لا تحزنوا روح الله فبتكلم عن شخص أحزنه أو أفرحه لا تحزنوا روح الله القدوس كما يشاء فاكرين الآية دي اللي اتخانقتوا فيها معايا عن المواهب الروح القدس هو اللي بيشاء هو اللي بيعطينا ما يشاء هو من المواهب المواهب دي بتاعته هو دي مش احتياجاتي أنا دي مواهبه هو اللي بيوزعها علينا فيعطينا إياها كما يشاء هو الشواهد التالية بتكلم عن ايه هو مساوٍ للآب ومساوٍ للابن فاكرين المشهد ده في الكنيسة الأولى الصعب قوي إن يعني الكنيسة الأولى عاشت جماعة واحدة مخلصة بتحب بعض الغلطان بيقولوا أنا غلطان مفيش رياء ومفيش حصل أول مرة فيها رياء وكذب كان إنه حناني وسفير باعوا الحقل وخدوا جزء من الفلوس شالوه والباقي جابوه عند أرجل الرسل زي ما كل الناس الثانيه قالت خدوا الفلوس دي صرفوا بيها علينا كلها الاشتراكية المحبة في ذلك الوقت فبطرس سأل حنانيا وقال له أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ قال اه طبعا معقول؟ طبعا زي بقية الناس كلها بنبيع اللي عندنا ونحطه ونعيش كلنا من من المال المشترك أجابوا الإجابة ديت لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ ليه عايز تبان قداسة أنت من حقك تحتفظ بالفلوس؟ من حقك ما تبيعش الحقل؟ من حقك لما تحتفظ... لما تبيع تشيل النص وتجيب النص من حقك لكن ليه الرياء ليه كد... ليه تكذب الغريبه بقى هنا ما قالش تكذب على ربنا قال تكذب على مين على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق اليس وهو باق كان يبقى لك لما بيع لم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر انت لم تكذب على الناس بل على الله سوا بين مين ومين هنا مزبوط، ما بالكم اتفقتما على تجربه روح الرب ده بقى مراته لما رجعت طبعا عارفين حصل لهم ايه ها يا لهوي لو اليومين دول حصل نفس الحاجه في الكنيسه اعمال بيقول انتوا بتقاوموا الروح القدس كما ابائكم كذلك ايضا كانوا بيقاوموا روح الله من قبل كميه الحاجات اللي بتعبر عن كده مهوله الجزء الثاني في اقنوميه الروح القدس انه له لاهوت انه الله زي ما الابن الله الروح القدس ايضا هو الله انا عارف ان الجزء ده مش معزي ومش لذيذ لكن احنا عايزين تو نثبت صحه ما نؤمن به ان الكتاب مئات الايات بتقول اللي احنا بنقوله دوت فاحنا امام حقيقه لا يوجد منها مفر والحقيقه دي هنشوف حالا قد ايه روعه وجميله لحياتنا ولعلاقتنا مع ربنا مره تانية الروح القدس نسب اليه ما نسب الى الله نسب اليه الصفات الالهيه نسب اليه اعمال الله اعطي له الكرامه التي لله هناخدهم بسرعه فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي ستسمعون سبعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون لو حطينا الآيتين دول مع بعضنا هنشوف مرة جاب ربنا قال كده ومرة الروح القدس قال كده فساوى مرة تانية بين الله الآب وبين الروح القدس ما بين إشعياء وما بين أعمال الرسل نسب إليه الصفات الإلهية كل المعرفة من قاس روح الرب ما يعلمه كلي القدرة هذه الكلمة إلى زرباب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود كلي الوجود جسدكم وهيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله أنكم لستم لأنفسكم فالروح القدس يملأ جميع أجساد المؤمنين في كل العالم عبر كل العصور معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لكن أنتم تعرفوه وساكن فيكم الخلق الأرض خالبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة روح الله يرف على وجه المياه فهو موجود على وجه الخليقة منذ البداية روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم فالروح القدس بيحيي أجسادنا في اليوم الأخير بروحي الساكن فينا الإقامة من الأموات ألهم الأنبياء فالكلمة المقدسة هي وحي الروح القدس كتبه ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هو اللي بيغير يولد من الماء والروح هو اللي بيولد الإنسان ولادة تانية عشان يدخل ملكوت السماوات هو اللي بيخبرنا بالأمور آتية يرشدكم إلى جميع الحق بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية فهو روح النبوة في الأنبياء هو اللي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله روح الحكمة والإعلان في معرفة الله هو بتقديس الروح وتصديق الحق هو اللي بيقدس أرواحنا إلى آخره لكن عايز أقف بس عند الحتتين التانيين دول لأنهم مهمين قوي لما جاء المسيح يوصينا أن نعمد المؤمنين قال عمدوهم باسم إيه؟ باسم إيه؟ لا عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس بص المساواه لما بولس بارك المؤمنين قال نعمه ربنا يسوع المسيح محبه الله وشركه الروح القدس بصوا المساواه بصوا المساواه هنا فاحنا بنتكلم ان زي الاب الابن وزي الابن الروح القدس ففي المساواه في القيمه والكرامه اللي احنا بنتكلم عنها في الاخر خليني احط بس الجدول دوت للي يحب بقى يدرس الكلام دوت بتفصيل ويمكن ينوب عن كل الجزء اللي فات ده كله اشتراك الآب والابن والروح القدس في الصفات الآتية الجدول ده الآب الابن الروح القدس وبعين الصفات يدعى الله الثلاثة خالق الثلاثة المقيم السكنة كل الوجود كل المعرفة بيقدس يعطي الحياة له شركة معنى أزلي له إرادة مستقلة فده جدول صغير ودي شواهد بتورينا إن الحديث متساوي هنا بين الاب والابن والروح القدس في طول الكتاب وعرضه اسمحوا لنا نقف هنا لحظه عشان نتاكد ان النقطتين دول واضحتين المعالم قدامنا انه حقيقه الوحدانيه وحقيقه لاهوت الاب والابن والروح القدس افتكر دايما السؤال اللي بيتسال هو لاهوت الابن احنا طولنا في لاهوت الروح القدس بس عشان نؤكد ان اقنوميه ولاهوت الروح واضحة وصريحة في الكتاب زي أقنومية ولاهوت الابن ما هي واضحة في الكتاب اللي بيدور حولنا واللي احنا محتاجين نبقى فاهمينه كويس أكيد هي النص الجزء اللي في النص لاهوت أقنومية الابن اللي بنسأل عنه جوانا وحوالينا وإحنا محتاجين نكون فاهمينه كويس في أي أسئلة في الجزء دوت اوكي نسمع اسئله زي ما تعودنا ونناقش ونتاكد ان المعنى واضح ومفهوم اتفضل دايما بنتسال السؤال دوت احنا إيه لو الله مثلث الاقانيم زي ما احنا بنناقش او بنفكر ليه الله ما كتبش ده بشكل واضح في الكتاب المقدس وقال انه انا مثلث الاقانيم الاب والابن والروح القدس وليه وليه ما لقيناش في الكتاب كلمه اقنوم سؤال جميل قوي ليه في الكتاب ما قالش الاب والابن والروح القدس قالها كتير قوي قالها كتير قوي. عم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. قالها كتير قوي في المعموديه بنشوف كده ان الاب انفتحت السماء وصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وحل الروح القدس عليه في سوره حمامه مش كده؟ في آآ آآ الايه اللي احنا قريناها من اشعياء الاب والابن والروح القدس مش كده؟ فليه الكتاب ما قالش الاب والابن والروح القدس؟ الاب الكتاب قال الاب والابن والروح القدس. <تصحكت> اه فاتقالت مش ما اتقالتش وتقالت الوحدانية فالوحدانية اتقالت والثالوث اتقال واضح بشكل واضح ليه كلمة أقنوم ما اتقالتش لأن أنا أصلا العبارة ديت مش العبارة أصلا القديمة اللي نقدر نستخدمها في ذلك الوقت وأنا الكتاب ما اتكتبش عشان يشرح عقيدة الكتاب اتقال عشان يوري ربنا احنا بناخد العقيدة من الكتاب واضح الفكرة أنا عايز أقولها؟ فمش الكتاب مثلا عمل نظام شخصية الله الإنسان السقوط الكفارة الفداء ما تكتبش بالطريقة دي الكتاب تكست بوك مرجع أنا باخد من المرجع ده الحقائق أنا بجمعها زي ما احنا بنجمعها كده دلوقتي في الجزء الأولاني ليه الكتاب ما قالش الآب والابن روح القدس قال الآب والابن روح القدس قال الآب والابن روح القدس, قال الأب, والابن روح القدس. قال الآب والكلمة روح القدس قال الآب والكلمة وروح الله قال قالها بكل الصور المختلفة في مواقف عديدة في العهد القديم والعهد الجديد. قال الأب والإبن كتير أوي مش كده؟ قال الإبن والروح القدس كتير أوي لما أرسل لكم المعزي وهو يشهد لي. فاحنا شفنا الثنائيات والثلاثيات مرات كتيرة في الكتاب. إحنا اللي صغنا كلمة بيرسونا عشان نفرق الفرق ما بين بيرسونا وبيرسون. عشان نشرح العقيدة. فدي عبارة لاستخدام العقيدة زي مثلا قانون الإيمان النقاوي ده مش ما ده ما تكتبش في الكتاب المقدس ده صياغة الكنيسة عن إيمانها من الكتاب عملت نؤمن بإله إن واحد آب آه ضابط كل خالق السماء والأرض إلى آخره فدي صياغة للعقيدة لشرحها وليست آية كتابية وعبر تاريخ الكنيسة احنا عندنا قوانين إيمان بتعبر عن القديم عن, عن العقيدة استحدثنا فيها عبارات مميزة لشرحها فرانسيس شيفر مثلا واحد من كتاب القرن العشرين كان ملحدا وآمن وكتب هو أكتر واحد دافع عن إثبات وجود الله من الناحية الفلسفية استحدث عبارات جديدة لشرح العقيدة أو لشرح إثبات وجود الله ليه؟ وبيقول أنا طلعت عبارات جديدة لأن العبارات القديمة بتحمل معنى لا أقصده فأنا طلعت عبارة جديدة عشان المعنى بتاعه يبقى خاص به فالناس لا تسيء فهمه واضح؟ وده جزء من الكنيسة بتعمله لكل عصر أنت بتستحدث عبارة جديدة عشان تشرح بيها المعنى من غير ما الناس تفهمه غلط لأن ممكن المعنى القديم يحمل أو الكلمة القديمة تحمل معنى آخر فأنا مش محتاج أن الكتاب يكلمني يقول لي بيرسونا لان ممكن بيرسونا في ذلك الوقت تعني معنى اخر واضح فاحنا اللي كتبنا بيرسونا عشان نفرق بين التميز دون الاستقلال لكن التميز والاستقلال ده موجود في كل الايات اللي قريناها مظبوط الوحدانيه والتميز موجودين ولا مش موجودين في كل اللي قريناها موجود احنا بقى قلنا عباره عشان نشرح بيها هذا المعنى انا جاوبتك سؤال تاني السيد المسيح بين ببراهين كتيرة وأقوال وأفعال إن هو الله اللي ظهر في الجسد ومع ذلك قال برضو أبي أعظم مني وقال برضو إن الساعة لا يعلمها أحد إلا الآب وحتى الإبن ما يعرفهاش إيه المقصود بالكلمتين دول؟ هاي دي حتة جميلة جدا جدا وأنا أشكرك إلى هذا السؤال خليني أقف عند حتة جميلة هنا قوي أه ولازم نفهمها كويس جدا ولازم عزيزي المشاهد تسمعنا كويس أوي في الجزء دوت لماذا حكم مجمع السنهدريم على المسيح بالموت ونفذه الرومان بالصلب ايه التهمه التي وجهت للمسيح ايه التهمه اتهموه بانه كسر السبت مش دي التهمه الكبيره مش كده لما حكم المحاكمه النهائيه اللي بناء اسلم عليها للصلب ليه اليهود رفضوا المسيح صانع الآيات والعجائب الذي أقام الموتى وهم كانوا أول شهود على كده ليه قالوا عليه ببعل زبول يخرج الشياطين لأنهم ومع أنهم شافوا الشياطين بتخرج فقالوا ده بعل زبول دي مش إصبع الله ليه؟ ليه؟ لسبب واحد بس أنه بمنتهى الوضوح جعل نفسه معادلا لله خليني أقرأ لحضراتكم الجزء ده لأنه واضح وصريح جدا في يوحنا عشرة وعدد ثلاثة أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف احنا مش هنرجمك ونقتلك عشان الاعمال الحسن انت عملت عملت كويسه بصراحه يعني ما نقدرش ننكرها بل لانك جدفت ايه اللي انا جدفته فانك وانت انسان تجعل نفسك الها تجعل نفسك إلها أرى لكم حتة تانية عشان خاطر نأكد نفس هذا المعنى في إنجيل يوحنا أصحاح خمسة ومن عدد 16 ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه كانوا يطلبون ان يقتلوه لان عمل ايه؟ في سبت. لما قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل كانوا يطلبون اكثر ان يقتلوه ليه؟ لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه ودي اهم عباره معادلا نفسه بالله والعباره دي في غايه الاهميه واحده من الاسئله اللي اتسالت ديت. لماذا لقب المسيح نفسه بالابن؟ لماذا لقب ابن إيه اقنوم الكلمه بالابن؟ ايه مدلول الكلمه ديت وايه معناها؟ عندنا احنا عباره مشهوره في مصر تقول ابن الوز عوام. لما بيقول انا ابن الله اليهود فهموا ايه؟ ان الله اتجوز وخلفه؟ ما فهموش مشكلة خالص لانه عارفين ان الله لا يلد ولا يولد. الله روح فاهمين كويس قوي لكن هم فهموا على طول ان لما انا بقول انا ابن الله معناه انا جعلت نفسي ايه؟ معادلا لله، انا عندي الطبيعه الالهيه الدي ان ايه بتاع ربنا. فاعتبروا ده ايه؟ تجديف تجديف. جعل نفسه مساويا لله، هو بيصنع اعمال حسنه في في السبت يستاهل الرجم. قال أنا والآب واحد قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أنا ابن الله يبقى جعل نفسه مساويا لله فالبنوية هنا معناه أنه يحمل الطبيعة الإلهية ابن الله معناه مساوي للآب على طول كده هم فهموها كده احنا دلوقتي نحاول ندورها على اسماء تانية بس هو فهموها كده لان ده المعنى في ذلك الوقت اللي يتحمله الكلمات اللي نطق بيها المسيح ابن الله معناه مساوي لله سمى نفسه ابن الانسان قصده ايه ابن الانسان انه يحمل الطبيعه الايه الانسانيه فانا لحم ودم فهو جسديا يحمل الطبيعه الانسانيه لحم ودم يتالم وينزف ويجوع ويعطش وينام وهو روحيا يحمل الطبيعة الإلهية فهو ابن الله هو ابن الله بصوا مش محتاجة فلسفة خالص الحتة ديت فلما قال ابن الإنسان فأنا فعلا تجسدت ولبست جسم بشري حقيقي مش خيالي ولما قال ابن الله معناه الطبيعة الإلهية في كمالها في كمالها عشان كده المسيح فريد في هذا في هذا الجانب أنه الله المتجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا في جسده يحل ملء كل اللاهوت كويس قوي جعل نفسه مساويا لله ليه بقى قال أبي أعظم مني لأني أنا النهارده إيه أخليت نفسي دي فكرة الإخلاء المسيح هو متجسد اخلى نفسه يعني ايه اخلى نفسه يعني ايه اخلى نفسه يعني تخلى عن المجد والجلال الذي عنده عشان كده بيصلي مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم فده الاخلاء الحقيقي تجسد اخلاء حقيقي اخذا ايه صوره عبد صائرا في شبه الناس مش تمثيليه مش مسرحيه مش بيمثلها علينا بس هما الاثنين متفقين إن لا 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 دي حقيقة ففي هذا الإخلاء وهذا التواضع أبي إيه في مجده فأبي أعظم مني أبي في المجد أبي في صورة المجد أنا في صورة الإيه دلوقتي في صورة العبد في صورة الإخلاء فدي تضحية حقيقية مش مسرحية هزلية بيمثلوها علينا واضحة الفكرة دي؟ فمساوي لله مساوي لله انا والاب واحد انا في الاب والاب فيا انا ابن الله فانا مساوي لله مزبوط؟ هم فهموها صح لكن في نفس الوقت انا ابن انسان ولاني ابن انسان انا متخلي عن صوره المجد فابي دلوقتي ايه اعظم مني في تناقض؟ العكس والا كان يبقى الاخلاق مش حقيقي او اللاهوت ايه مش حقيقي لانكر انه ابن الانسان ولا انكر ان ابن الله الاثنين دول مجتمعين مع بعض يقدر يقول ابي اعظم مني انا جاوبتك عايز اشكركم على صبركم في الحلقه ديت انا عارف ان القضيه قضيه مش سهله لكن اوعدكم ان الحلقه الجايه واحنا بنتكلم عن روعه حقيقه السالوت هنكتشف قد ان اكتشاف اكتشاف الله الثالوث اكتشاف رائع وغني لحياتنا ولعلاقتنا بربنا الى ان نلتقي في الحلقه القادمه ربنا معاكم ونلتقي في نعمه المسيح امين